وفرت علينا كلام وايد. زين لما نشوفها ونفحصها. نفحصها من امهات اول. ايه افتكر سمعتني ما في داعي الكلام. لا ما عليه، من حقك من حقك ان تشوفينها وتفحصينها على كيفك. يلا عيل خلنا نمشي نروح. يلا وين نشوفها؟ تشوفونها ما يحتاج تشوفونها، الله يطول عمرك وتروحون تكلفون. انا اجيبها لكم لهني. تبين لنا هني بالصاله؟ اي هي ما في شي المانع. يعني هي لهالدرجه قصيره؟ كم عمرها؟ ايه الله يطول لي عمرك، قولي 24 25. تفضل استريح. عز الطلب هذا يما، عز الطلب. هي عندها شهادة ميلاد؟ أفعليك يا حجية، أنت مرة عاقل؟ شنو احنا زارعينها زرع ولا لاقينها بالسكة ولا شارينها من السوق؟ أكيد عندها شهادة ميلادية وشهادات ثانية بعد. وافتكر ما في داعي تعصب، لأن احنا ما قلنا لك شيء غلط، من حقنا أن نشوفها ونفحصها، ولا تبينا ناخذها كذي وتطيح في جبودنا؟ كلام أمي عدل، اللي قالته صح. والحين ايش ناويه تسوين؟ صبري علي، اذا ما خليت المعرس ينحاش وهو امه ماني محبوبه. وما عندكم اسئله ثانيه يا مدامك ماشيه انت والاستاذ؟ الا ما قلت لي يا حجي مرزوق، بغينا نسال يعني عن طباعها، ان شاء الله مي حاره ولا عصبيه. لا كن مطمئن، عاقل وخلوق ومتربيه. شيء حلو. زين ايش كثر طالب فيها؟ خير ما مو الحين، يمكن يطلع فيها عيب ولا ما تسوى. حاضر حجي مرزوق، آخر سؤال. أنا طبعاً أخاف أنها تأذي ولدي، فبسأل يعني هي ترفس؟ حجية كديشي هي حمار بغل يرفس؟ يبا شتبي؟ أختي تبيك في الحديقة. زي بس انجلعي، أنا الحين بروح أجيبها لكم وانتوا تفحصونها على كيفكم. تفضل. صار شي معصب؟ ما أدري. ها؟ احنا قلنا شي غلط؟ لا كير عين مصاحي.